هاي. محمد صلاح لاعب كرة قدم عالمي من أصل مصري، بدأ مشواره مع كرة القدم وهو بعمر 12 سنة لينتقل بعدها لأحد أندية الدرجة الثالثة بمصر، ومن بعده لنادي للناشئين. ببدايته كان يقطع رحلة 8 ساعات بالروحة وبالرجعة من مدينته نجريج للقاهرة، وكان يستخدم 10 وسائل نقل مختلفة على مدار 5 أيام بالأسبوع. حاز صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقي صاعد لعام 2012 وجائزة لاعب الموسم بنادي روما لموسم 2015-2016، وصار أول لاعب مصري بيفوز بجائزة أفضل لاعب بالشهر خلال منافسات الدوري الإنجليزي، واختير ضمن التشكيلة المثالية لبطولة الأمم الأفريقية سنة 2017، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب أفريقي بال 2017 و2018. مين قال إنه صلاح بيحتل المرتبة الثانية عالمياً من ناحية القيمة التسويقية يلي بتبلغ 219 مليون و600 ألف يورو؟ أنا قال. شوفكم بكرة.